ازيكم؟ الفيديو النهاردة هو تغطية لتخفيضات بلو بيري للأحذية والشنط. عامل تخفيضات حلوة قوي، وزي ما بتطلبوا مني أوصف لكم المكان. أنا هنا عند كوبري كليوباترا على شمالي، وهدخل الشارع اللي في وش كوبري كليوباترا ده، شارع مصطفى كامل، آخره هتلاقي نادي سموحة. أنا كده دخلت الشارع، يدوبك 10 متر هتلاقي بلو بيري اللي هو لونه أزرق ده، هو دلوقتي قافل، بيفتح على الساعة 11. هروح بقى أجيب لاتيه ولا حاجة أشربها، أنا صايمة من امبارح ما أكلتش حاجة، فممكن أكسر صيامي دلوقتي. أنا آخر وجبة أكلتها كانت امبارح الساعة 4 العصر، يعني دلوقتي صايمة بقالي 17 ساعة ما أكلتش حاجة بعدها. صباح الخير، لاتيه مفضل، لاتيه لارج ولا ريجولر؟ جبت اللاتيه بتاعي بقى نشربه وننطلق. اللاتيه بتاعهم رائع، واذا قارنا ما بين اللاتيه بتاع ماكدونالدز واللاتيه بتاع ستاربكس، اللاتيه بتاع ماكدونالدز احلى كتير. رجعت البلو بيري لقيته فتح. اول مجموعة هنستعرضها في التخفيضات هي المجموعة دي، واي شوزين ب500 جنيه. مش شرط الشوزين يكونوا شبه بعض او نفس الموديل، بس المجموعة الاولانية اللي هستعرضها دي الاتنين ب500 جنيه. ودي تاني مجموعة معانا، وكمان الاتنين ب500. المجموعة دي بقى أي 2 ب400. نيجي بقى لمجموعة الفلاتس والباليريناز دي، ودي اي 2 ب300. مش قلتلكو انا جايبالكو التخفيضات من الاخر؟ الكواليتي بتاعت الحاجة حلوة قوي. نروح بقى لمجموعة الهاف بوتس دي، ودي اي 2 ب300. الاسعار زي ما انتوا شايفين كده رهيبة. انا مش مصدقه ان في هاف بوت ب 150 جنيه، 2 ب300، يعني الواحد ب 150 جنيه. نروح بقى للفلاتات دي، والفلات دي اي 2 ب300، يعني اي فلات ب150، بس لازم تاخدي 2، مش لازم تداي بعض، بتختاري ما بينهم. اللي فوقيهم كمان دول الويجي دول ب300 الاتنين، وكمان دول اي 2 ب300. We'll be right back.
المجموعة دي بقى الشوز ب200. كمان كل المجموعة دي الشوز الواحدة ب200، ودول كمان الشوز ب200. نروح بقى لكولكشن الشنط عنده، وهو الأسعار الشنط عنده حلوة قوي. عنده الأسعار بتنقسم لجزئين، أي شنطتين كبار ب500 وأي شنطتين صغيرين ب400، ما عدا بعض الشنط أسعارها هقولها لكم كل واحدة لوحدها بس لما أوصل لها. إنما غير كده كل الشنط اللي هعرضها دلوقتي أي 2 كبار ب500 وأي 2 صغيرين ب400. المجموعة دي بقى من شنط الوسط الواحدة ب200، وشنط الظهر كمان الواحدة ب200. دول بقى الواحدة ب150. عنده كمان مجموعة كبيرة من السنيكرز أو الكوتشيات الحريمي، سعر الواحدة 250. عامل كمان أوفرز كبيرة على شوزات وبوتات الأطفال، والأسعار بتتراوح من 220 ل 270. ونرجع بقى للبوتات الحريمي عشان ما كنتش صورتها، والبوتات الطويلة البوت ب350 جنيه.
عامل كمان أوفر حلو على المحافظ الاثنين ب200 والواحدة ب125. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. يا رب الفيديو يكون مفيد وعجبكم، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.